السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى جليحاوي. شركة سامسونج عندها من الأجهزة الفلاكشيب هو سلسلة الاس 22 الترا. كثرت عنا التسريبات، تقدر تقول ما باقي شيء ما عرفناه بهذا الجهاز. اقدر اجزم لك بانه اكثر التسريبات اللي اجت عليها صحيحة، اكثر الاشياء اللي راح تيجي به قبل الانطلاق صحيحة. هذا تشوف الجهاز راح يعلن عنه يوم 8 والتوفر لو يوم نهاية 28 تقريبا، هيك ثاني يوم 9 هيك شيء بالثاني يتوفر عادي. فاذا اكو طلب مسبق راح يبقى ليوم 28، ماكو طلب مسبق وماكو هدايا وياه راح يجينا بنفس اليوم. هذا الجهاز عبارة عن نوت 22 الترا لكن باسم اس 22 الترا، واحد من الاجهزة اللي انا منتظره والكثير من المستخدمين منتظرينه، كثير من المشاهدين منتظرينه. سامسونج اكبر خطأ بحياتها اذا لغت سلسلة النوت، هي لغتها حاليا، لكن اكبر خطأ بحياتها التسويقية، حياتها المهنية، شو تريد تقول، اذا لغت سلسلة النوت. سلسلة النوت الى عشاقه، مثل ما عشاق للايفون اكو عشاق لسلسلة النوت، الحواف، القلم، ما ادري ايش، هو اشياء يحبونه بالنوت. يعتبر هذا الجهاز اكثر من شيء تقدر تكمله بهذا الجهاز. هذا الجهاز ما لغت الشركة، راح تنزل لك اياه فقط الاسم مختلف وبداية السنة، بدل ما نص السنة راح تجيك بداية السنة. شنو الاشياء اللي ممكن راح تحصلها او تكون شيء جديد على الاس 21 الترا؟ واحد، اول شيء انه هذا الجهاز راح يجيك بقلم مرفق مع الجهاز. انا راح اذكر لك الاشياء الرئيسيه او المهمه على مود ما تكون عليك صعوبه ولا يطول عليك الفيديو. الاشياء الرئيسيه راح تحصلها بهذا الجهاز وما موجوده بالاس 21 الترا. الشيء الثاني، النوت دائما متعودين عليه 4300 4500، هذا الجهاز راح يجينا ب 5000 ملي امبير بشكل رسمي. هاي واحد، يعني 5 بطاريته راح تكون زينه وقلم موجود به، مع انه يدعم الشحن السريع ال 45 واط. تاخرت سامسونج على نزلت 45 واط مع ما انه نزلتها بالاس او النوت 10 بلس، لكن بالنتيجه هاي سامسونج شو تسوي لها بعد؟ حاليا راح يطرح هذا الجهاز بال 45 واط بالنسبه للشحن السريع. هاي الاشياء اللي تقدر تقول ضروريه. الشيء الاقوى بالنسبه لهذا الجهاز انه هذا الجهاز راح يجينا معالج السناب دراجون 8 النسخه الاولى، او تقدر تقول سناب دراجون الجديد من شركه كوالكوم. هذا الجهاز هل راح ياثر علينا بالسعر؟ ممكن راح يكون سعره اقوى من الاسعار الاكسينوس. انا اتوقع هذا، اتوقع ب $100 او $150 او $125 راح يكون اغلى من الاجهزه السابقه. بي زين وبي مو زين. الزين شنو؟ اول شغله راح يجيك اول جهاز نوت 20 او نوت 22 او اس 22 او جهاز فلاكشيب من سامسونج معدل فولد، راح يكون بمعالج من سناب دراجون ومدعوم رسمي من الوكالة. شنو اللي تحتاجه موجود به، تحديثاته ما تتأخر. ما انه النوت 20 والاس 21 الترا جابوا التجار، جابوا لنا معالج سناب دراجون، لكن تحديثاته تأخرت، بعضها بها انجليزي وما بها عربي، قوائم ما ادري ايش، يعني يمكن مرات يصير صرف شحن. بالنتيجة هذا راح يجيك مدعوم رسمي من الوكالة بمعالج سناب دراجون، مع انه كنا نتأمل انه سامسونج ما تعلن هذا الجهاز او ما تنزل هذا الجهاز معالج سناب دراجون. هسه تقول لي ليش؟ سامسونج عندها تعاون ويا شركة اي ام دي الصانعة للمعالجات، هذا التعاون راح يخلق لك معالج عبارة عن معالج للحاسبات، للجرافيك القوي، معالج للالعاب القوية. يعني هذا التعاون اذا نتج عنا معالج قوي نزلته سامسونج راح يفوق الاكسينوس وراح يفوق السناب دراجون، واحنا كل احنا نتامل كنا انه هذا الجهاز يجيب هذا المعالج. مع ما انا اتوقع انه هذا اذا صدر اكو معالج هو الاكسينوس 2200، اذا صدر من سامسونج بمساعدة الاي ام دي او معاونة الاي ام دي ممكن راح يكون للفولد، فممكن سامسونج راح تميز اجهزة الفولد بهذا المعالج اللي راح يكون ممكن بتبريد واداء اقوى، حتى عدد الانوية راح يكون افضل، ممكن يجيك بثلاثة نانو مبني على ثلاثة معمارية ثلاثة نانو، فما يجيك على خمسة نانو. فهذا الجهاز راح يتميز بهواي اشياء اذا اجى من اي ام دي، لكن خلينا نجرب هالمرة بحياتنا نجرب جهاز من سامسونج فلاكشيب معالج سناب دراجون، راح ينطيك كاميرا ممتازة، صرف شحن ممتاز، اداء
بالنسبة للبرامج مع الهاردوير، يعني تناغم سوفتوير وي هاردوير، يعني تعليقات تهنيقات حماوة بالجهاز، راح يكون عندك أخف وأقل من أكسينوس. حتى لو أكسينوس أنا بال21 هسا عندي ال21 أداء ممتاز، لكن راح يكون أفضل. 120 هرتز راح يكون سطوع الشاشة أفضل، مع أنه دايناميك أموليد راح تكون الشاشة، معدل تحديث 120 هرتز ممكن تكون 144 هرتز، والشاشة راح تكون بقياس 6.8. نعم الشاشة راح تكون، الآخر خبر اليوم اللي شفته راح تكون فيكتوس بلس، يعني راح يكون آخر نسخة من غوريلا جلاس، هذه حماية الجهاز على ظهر الجهاز وأمام الجهاز، يعني راح يكون الجهاز مغطى من الأمام ومن الخلف، أقوى زجاج على ظهر أجهزة. يعني تقدر تقول هذا الجهاز إذا طح ما يتكسر، ممكن يتكسر ممكن ما يتكسر، لكن بالنتيجة عندك أمل بأنه هذا الجهاز ولو 10% أنه إذا وقع ما يتكسر، هذا الموضوع كافي. مع انه هذا الجهاز يكون مقاوم للماء والغبار، مع انه هذا الجهاز راح يكون ستيريو سبيكر بسماعتي، هذا الجهاز يمتلك 108 ميجا بكسل ويمتلك 50 ميجا بكسل، التسريبات تقول انه راح يكون 10 اكس زائد 30 اكس زائد 50 اكس، وممكن تنضاف عليه ويوصل الى 100 اكس او 130 اكس، يعني زوم راح يكون 130 اكس، فشيء خرافي. اللي يدور تقريب انه هذا الجهاز راح يحصل على مقرب جدا قوي بالنسبه لسامسونج، مع انه الكاميرا العدسه الاساسيه راح تكون 40 ميجا بكسل. هاي الاشياء كلها مكملات للجهاز وموجوده على الاس 21، لكن 108 ميجا بكسل السنسر الجديد من شركه سامسونج، هذا بدقه متناهيه قويه جدا، بسرعه الاستجابه، بالفوكس جدا قوي، الدقة او الصور اللي راح ينطيك اياها بالاضاءة الضعيفة راح ينطيك صور وفيديو حلو حسب ما الاعلان عنه. ممكن يجيك ال 200 ميجا بكسل او ممكن تخلي 200 ميجا بكسل للجالكسي الفولد. هذا جهاز بنسختين بعد نسخة البلاس ونسخة الاس 22 اللي راح تكون اسعاره مرتفعة كلش حسب ما شفنا بالتسريبات، وانا هاي التسريبات ما جاي اقنع بيها لان هذا راح يكون نسخة عالمية، فممكن يجينا العراق بأرخص من هاي الأسعار. الذواكر راح تكون 8 جيجا و12 جيجا و16 جيجا، 256 512 و1 تيرا، مع ما انه التيرا موجودة على سامسونج قديمة لكن كانت تسارع عليها شركات ال1 تيرا لان ابل نزلت 1 تيرا. النتيجة الأسعار راح تكون ابتداء 900 دولار الاس 22، سمعتني زين مو؟ 1400 دولار للاس 22 بلس، ويا ويلك وسواد ليلك 1600 دولار لاس 22 الترا. هاي الاسعار خيالية، يعني متأكدين انت ما اتوقع راح تجينا بهاي الاسعار، واذا جتنا سامسونج تريد تنهيها بالشرق الاوسط، تقول يا ابي لا حد يشتري سامسونج، مو اي ما اتوقع تجي بهاي الاسعار. نعم هاي الاجهزة الباقية راح يكون 6.4 شاشة دايناميك أموليد 2X بالنسبة للبلاس، وذيك 6.2. ليش سامسونج جاي تقلل بالشاشات؟ والله ما أعرف، أنا 6.8 شفتها قليلة، 6.9 حلوة بنوت 10 بلاس، يعني بالنتيجة جاي تقلل. 4500 راح تكون للبلاس و 4000 كيلو 200 او 4000 بالنسبه للاس 22 العادي، نسخه كل النسخ 5G راح يكون. هاي الاجهزه اسعارها ذكرناها، موعد الاعلان يوم 8، راح ممكن تتوفر بشهر الثاني، هاي كلها تسريبات. فهاي الاجهزه واحده من الاجهزه المنتظره، راح ممكن الناس اكثرها تنتظرها اللي يدور اجهزه فلاكشيب من سامسونج، وانا واحد من عندهم منتظر هاي الاجهزه تجينا ان شاء الله، يجينا وياها لاصق وياها كفر وياها شاحنة داخل العلبة، مو اروح اضطر اشتري شاحنة. انا سامسونج سمعت انه تسريب انه بالكارتونة راح تخلي لك شاحنة 45 واط، نتمنى انه يكون 45 واط، اذا ما حضر لك 45 واط من هسه. نهاية الفيديو، اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة. اس 22 الترا حقيقة انا انتظره للاشياء اللي ذكرتها، قلم، نعم معالج سناب دراجون، نعم بمعالج سناب دراجون ومضمون يعني، و 45 واط واعتباره اس والنوت جامعهن بنفس المكان. تحياتي لكم، ياكم الترجيحاوي وفي امان الله.